مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. انا ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال كيفية تقديم المياه للأرانب خصوصا في فصل الصيف. اذا كما كتشوفوا معايا، يعني انا عاطيهم طاسات بحال هادو، انتما طاسات عاديين يعني كمبتدئ، واخا يعني الناس الحرفيين راه ممكن انهم يديروا هذه الطريقه هذه، غير طاسات يعني ديال 5 لتر كتقرجوهم كتقطعوهم وكتعطيهم المياه. كاين اللي كيدير طريقه اخرى ديال هاد الشرابات، النوع من الشرابات كما كتشوفوا معايا انتما، راه كاين واحد الحلمات هما. المهم كل واحد كيفاش كيقدم المياه للارانب، ولكن هاد الحلقه غادي نقسمها لشقين، كاين الناس ديال الباديه وكاين الناس ديال المدينه، يعني اللي عندهم الماء ديال الصنبور ديال الروبيني. نهضروا يعني بالدارجه العاديه ديال الروبيني، الماء ديال الروبيني. اذا الناس اللي عندهم يعني الروبيني، طريقه ديال التقديم ديال المياه، الا لاحظتوا معايا ملي كتحلوا الماء يعني جميع مناطق المغرب، يعني كنهضر على المغاربه، يمكن يقدر يكونوا تا بلدان اخرين يعني دول اخرين، ولكن حنا كنهضروا على المغرب. ملي كتحلوا الروبيني كتكبوا واحد الماء، يعني اش كتلاحظوا؟ كتلاحظوا انه في الاول كيكون يعني فيه واحد الكشكوشه، هذيك الكشكوشه راه الكلور، هذاك الماء راه مداوي، يعني كيديروا الكلور. هذا الكلور اسمه هو ماشي مضر، ولكن راه خاصو تخليه يرقد. كيفاش تخليه يرقد؟ يعني في العوض ما غتعطيو الارانب ديالكم مباشره المياه الماء، ممكن انكم تخزنوها في واحد القرعه مثل هذه مثلا، قرعه بحال هكا بحال هذا الشكل، ممكن انكم تخليوها في قرعه بحال هكا او قرعه صغيره، ولا اللي بغيتوا قرعه ديال 10 لتر مثلا، ماشي مشكل. اذا الطريقه وهي كالتالي، انكم غتكبوا المياه وتخزنوها بحال اللي كتقولوا كتخزنوها، كتخليوها واحد الليله كامله وتعطيوها لهم، ما كاين حتى مشكل. القضيه ديال الناس اللي كيخافوا على الارانب ديالهم من الحراره، اسمو غادي يجيهم في العقل ديالهم، غادي يقولوا باللي غادي نشدوا يعني فوقيت هذيك الذروه يعني ديال الظهيره، يعني اللي كتكون يعني الشمس يعني حنا كنقولوا حاره، ونشدوا نعطيهم الماء من الثلاجه. الا عطيناهم الماء من الثلاجه كونوا متاكدين اننا غنتواداو مع هذوك الارانب، يعني بالدارجه بلا ما نزوقوش هضره. الا عطيتهم الماء في الوقيته ديال يعني الذروه ديال الحراره، وهذاك المياه بارده يعني من الثلاجه، كيسمو كيوقع ان المصارم ديالهم ما كيحتملوش هذيك درجه الحراره البارده، مباشره كيموتوا. شحال من واحد كي يعني هذا الشيء، واحد المده واحد السيد دار هذه الطريقه هذه، كانت عنده واحد يعني ثلاثه الخلفات ولا يعني عدد لا باس به، وكان كبرهم مزيان، الا انه كيتفاجئ انه كيعطيهم الماء بارد يعني من الثلاجه، يعني كيقول غادي نخفف عليهم، يعني بحالهم بحال الانسان، يعني غادي نخفف عليهم من 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 يعني من ديك العناء ديال الصهد وديال الحراره. قال شنو نعطيهم؟ ماء من الثلاجه، ماء بارد. شنو كيوقع انهم الكرش ديالهم يعني الجهاز الهضمي كيلقى واحد يعني تغير في درجه الحراره، وكيتفاجئ بهم انهم كيموتوا. هذا الشق الاول من 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 من, من الحلقه. الشق الثاني وهو انهم يكونوا في الباديه. الناس ديال الباديه معروفه انهم ما عندهمش ماء الصنبور، يعني اسمو حنا كنهضروا الناس اللي كيجبدوا المياه من الابار من البئر. اشنو كيوقع؟ كيلقاو ان الارانب ديالهم مع المده كيولي البول ديالهم، عزكم الله كنعتذر على الكلمه هذه، ولكن يعني خاصني ضروري نشرح هذه اللقطه هذه، وهو انهم كيولي الفزق ديالهم احمر مدمم. يعني اشنو كيوقع؟ كيوقع ان هاد المياه الجوفيه كتاثر لهم على المصارن ديالهم، وكيولي الفزق ديالهم مدمم احمر، ما كيفهموش علاش.
الطريقه سهله، ماشي مشكل انكم تلقاو ان المياه ديال الابار يعني فيها مخلطه بواحد التراب، يعني ضروري ان خاصها تصفى، وخا تصفيوها كيبقى فيها هذاك كيبقى فيهم هذاك المشكل. طريقه وهي انكم تشدوا واحد 10 يترو مثلا ولا 20 يترو ولا، وديروها على النار يعني تسخنوها لواحد الدرجه معينه، وتقدموها للارانب ديالكم، وكونوا متاكدين ان غادي تبدل عليكم الارانب ديالكم، ما غاديش يبقاو يرميو داك الماء يعني البول ديالهم ما يكونش احمر ومدمم. اذا طريقه سهله بالنسبه للناس اللي عندهم يعني خلاصه القول، الناس اللي عندهم الارانب ديالهم في المدينه وبغاو يحافظوا على الارانب ديالهم كوقايه، انهم الارانب ديالهم ما يعطيهمش الماء من الصنبور مباشره، وحتى الانسان يعني حتى البشر يحاولوا انكم ما تاخذوش الماء من الروبيني مباشره، خليه اما سخنوه، ممكن انكم تسخنوه، ممكن انكم تخليه واحد المده عاد تشربوه، ما تشربوش من الكشكوشه ديالو، يعني راه كتاثر على المعده بواحد الشكل سلبي. كاين قضية أخرى وهو الشق الثاني من الحلقة، وهو بكل بساطة المياه ديال الآبار ما تعطيوهاش الأرانب ديالكم، راه كتأثر لهم على المعدة ديالهم. سخنوا هذاك الماء وعطيو لهم بالصحة والراحة إن شاء الله. كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم، حلقة مهمة، حاولوا أنكم تفهموا شنو هو يعني تعاملوا بذكاء مع كيفاش تعطيو الأرانب ديالكم المياه، يعني حركة بسيطة ممكن أنكم تحتفظوا على الأرانب ديالكم. الحلقة ديالنا راه سالات، ما تنساوناش بزر جيم تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.